وللحديث عن استمرار عرقلة المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني والتحذيرات من ضرورة استعداد العالم لخطة بديلة للتعامل مع إيران، معنا من استوكهولم الكاتب والسياسي طاهر الأحوازي. مرحبا بك معنا سيد طاهر. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. يعني عندما تقول مجلة بوليتيكو الأمريكية إن على العالم أن يتحضر لخطة بديلة من أجل التعامل مع إيران مع إمكانية فشل المفاوضات بخصوص الملف النووي، يعني هل يعني ذلك أن واشنطن عاجزة عن إدارة هذا الملف وتريد مساعدة من العالم، أم أنها فعلا تتوقع فشل المفاوضات؟ بالطبع بالنسبة للتجربة المريرة التي مرت بها مراحل التفاوض حول مشروع إيران النووي وحتى قضايا هامة مثل التدخل الإيراني في المنطقة، وحقيقة يعني تخوف الأمريكان بالعقود الأخرى والأعوام الأخيرة من أن أصبحت إيران خطر على مصالح الأمريكان بالتحديد والغرب بشكل عام، وبعد خاصة أنه إيران يعني بنت سياساتها الخارجية والاستراتيجية مع روسيا الذي كان يتخوف منها الغرب منذ بداية القرن الماضي. أنا لابد أن إذا تسمحوا لي أن أذكر مشاهديكم الكرام وكل متابعين قضايا الشرق الأوسط وخاصة منطقتنا بالخليج العربي في عام 1919 عندما أصبحت الثورة الروسية وأتوا آنذاك بما تسمى الاتحاد السوفيتي، وكان الغرب وخاصة منها بريطانيا لمنع دخول الاتحاد السوفيتي آنذاك لمنطقة الخليج العربي أو المياه الدافئة، ومن هذا المنطلق حتى سلمت الأحواز فوق استراتيجية ومياه الخليج العربي الضفة الشرقية إلى بريطانيا من أجل أن تكون ما تسمى الدولة الإيرانية قوية. الآن تغيرت اللعبة وأصبح الإيرانيين وخاصة الرئيس رئيسي يعني التقرب أكثر لروسيا الحالية الذي هي اليوم أصبحت العدو الرئيسي للغرب بعد حرب. لعلك تشير بذلك سيد طاهر إلى الزيارة التي قام بها بوتين لطهران مؤخرا والاتفاق الذي وقعته موسكو مع طهران لاستثمار النفط بالأحواز، وهو يشير إلى حلف طبعا إيراني روسي منذ سنوات، لكن كيف يمكن أن يؤثر على مسألة المفاوضات في ملف النووي وعلى مجريات الأحداث؟ بالواقع هذا الذي يتخوف منه الغرب، وحتى مماطلة روسيا الأخيرة لعدم توقيع اتفاق النووي، ونعلم نحن من أخر التوقيع في الأشهر الأخيرة هي روسيا بالتحديد، لم توقع المعاهدة أو الاتفاق النووي. هذا ما كان المطلب الروسي، أن تجبر إيران على أن تكون تحت حمايتها وتحت خيمة الروس. هذا الأمر حقيقة سيقلب الطاولة على المفاوضين بشكل عام وخاصة الغرب ومنهم أمريكا، أنه المفاوضات حول الملف النووي أصبح خارج السياق الذي كان يبرمج له الغرب من أجل اختراب لإيران واستثمار في إيران وغيرها. ولكن اليوم بعد هذه المعاهدة التي حصلت حقيقة وهي تعتبر أكبر صفقة في المنطقة وخاصة في على أراضينا أراضي العربية في الأحواز المحتلة ومياه الخليج العربي الضفة الشرقية، تعتبر 40 مليار دولار اسمعني شلون وقعتها يوم أمس أو قبل يومين، وهذا الذي يعني يجبر الغرب الأمريكي ومن معه أن يأخذوا الأمور بأكثر جدية لمواجهة إيران. وأتصور الملف النووي الإيراني ليس فقط يعني يعود إلى 2015، بل يمكن أن نعتبره من المعاهدات المنتهية عمليا. أستاذ الكريم ومشاهدي.
نعم. طيب أمام هذا التحذير، هل تعتقد أن إدارة بايدن تمتلك خيارات أخرى لإقناع شركائها بأهمية الحلف ضد إيران في المستقبل؟ أكيد. إحنا طبعا أيضا علينا أن نرجع للتاريخ، لا تنسون في عهد حكومة ترامب والاجتماع والمؤتمر الذي حصل في ألبانيا أو بولندا، عفوا بولندا، عام 2019، واجتمع هناك أكثر من 60 دولة لمواجهة إرهاب إيران بوقتها. وأتصور اليوم يعني الإدارة الأمريكية، أو بالواقع اليوم الإدارة الأمريكية الحالية الآن تتخذ نفس الخطوات، خاصة لا ننسى نحن اليوم نرى يعني القصف الطيران الإسرائيلي لقوات إيران والدعوات لبناء تحالف بالمنطقة، إن كان الناتو العربي أو غيرها، وهناك كثير من التحديدات. والزيارة الأخيرة التي أتى بها بايدن للمملكة العربية السعودية، وحضور تركيا، وحضور الرئاسة المصرية، جمهورية مصر العربية والأردن، وكثير من الدول حقيقة المتضررة من إيران بشكل مباشر وغير مباشر، هذا حقيقة يدل دلالة واضحة أن التحالف يمكن أن يصبح عسكري وليس فقط سياسي أو اقتصادي للضغط لهذه السلطة. وإحنا نشوف يعني حتى إذا رجعنا للاجتماع الأخير الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران، حقيقة هو مؤشر لكثير من يعني المستجدات القادمة في المنطقة. إلى ماذا يؤشر برأيك؟ بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة هو فوق استراتيجي، والكثير من المحللين استغربوا أصلا الاجتماع الطارئ، خلنا نعتبره الثلاثي، وإحنا طبعا من باب ننظر للأمر أنه إيران هي المتضررة وهي الذي دعت لهذا الاجتماع، خاصة أنه هناك كثير من التهديدات، وخاصة يعني الخلق الذي حصل من روسيا على الأراضي السورية، وأيضا الضغوط الذي الآن أصبحت إيران تحت مطرقتها، إن كان على الأراضي السورية أو خارج الأراضي السورية، وفشل سياستها إن كان السياسية يعني في العراق، في لبنان وغيرها. وهذا كله يعني هو التحالف خاصة الروسي الإيراني هو فوق استراتيجي، ونحن كلنا نعلم ونتابع، وهي دائما يعني الجهتان تحمي مصالح بعضها. وأيضا لا ننسى احنا التهديدات التي تواجه تركيا للميليشيات التي أصبحت حقيقة تعتبر إيران هي حاميتها، يعني حاميتها إن كانت في العراق أو حتى في الشمال السوري. أشكرك جزيلا السيد طاهر الأحوازي الكاتب والسياسي، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا لك.